ودلوقتي هنعمل مع بعض سلطة لطيفة جدا، هنعملها بالفراخ. عشان نعمل السلطة عايزين فراخ مخلية متقطعة شاورما رفيعة خالص، صدور أو وراك أو الاتنين على بعض. عايزة جزر مفروم، خيار مفروم ناعم جدا، ثوم مفروم، جنزبيل مفروم، خس، بصل أخضر شرايح، بصل أحمر مفروم ناعم، مشروم شرايح، صويا صوص، سكر بني، سمسم، خل عنب أحمر، خل الرز، زيت سمسم، عندي كمان عيش محمص للتقديم. أول حاجة هنعملها طبعا الفراخ، يبقى أنا في الووك هنا أنزل زيت السمسم، أحط معاه جنزبيل، ثوم مفروم، الفراخ، مش هقدر احط ملح عشان عندي صويا صوص، بس هحط فلفل اسود حاجه بسيطه جدا مش كتير. في الطبق بتاع التقديم هنحط الخس والعيش المحمص، ده عيش توست احنا جبناه، ادينا له يعني دريزر خفيفه جدا من الزيت، سواء زيت ذره سواء زيت سمسم، ما فضلش في الوصفه دي زيت زيتون قوي يعني. وبعدين ادينا له رشه ملح خفيفه، رشه فلفل خفيفه، رشه ثوم بودره بسيطه، ودخلناه الفرن لحد ما اتحمص زي ما انتم شايفين كده. بالنسبه للخس فطبعا خس عادي خالص، اي نوع بقى موجود عندنا، طبعا اي تقطيعه للعيش هتمشي، يعني التقطيعه اللي عجباكوا اعملوها. نرجع تاني للفراخ، نلاقي الدنيا بدات تظبط اهي، بس لسه شويه. اوكي نرجع تاني هنا، نبتدي بقى نحط شرايح المشروم، وهخلي شويه عايزه احطهم في على الطاسه مع الفراخ، يعني شويه كده نحطهم فريش وشويه نحطهم ياخدوا طعم ويدوا طعم للفراخ. اوكي شويه وشويه اهو، البصل الاخضر هحط شويه على الفراخ دلوقتي اهو، الجزر خليه فريش كده عشان يبقى بيقرمش مع الفراخ وهي مستوية يبقى لطيف جدا. عايزين تحطوه على النار اوكي، بس انا افضل لا يبقى فريش كده. السمسم، وبعدين بقى نعمل الدريسنج، بصل هنا في التتبيلة، خل عنب احمر، صويا صوص، خل الرز، سكر بني. الدريسنج كده خلاص جاهز، هنحط له بس شويه سمسم، ونروح يا جنى للفراخ نحط عليها البصل والصويا صوص. نحط دلوقتي عليها الصويا صوص ونحط عليها شويه السمسم صغيرين قوي، وهحط عليها واحدتين ثلاثه مشروم، هيبقى طعمهم مختلف عن الفراش اللي احنا حطيناه في السلطه اهو، بس خلاص ابتدي اخد من الدريسنج وابتدي انزل كده ايه على المكونات بتاعه السلطه كلها عشان اتاكد ان انا اديتها حقها من الطعم. هما شعرايه ما بينها، يعني ما بين الفراخ اللطيفه كده الجوسي الحلوه وما بين الفراخ المفتله ومحدش بيحبها خالص.